اهلا بيكم معانا في موقع اوكازيون دوت كوم، وفيديو جديد ومنتج مميز ونادر جدا. النهارده معانا منتج يعني اوكازيون بعتنه لي كده وبيقولوا لي احنا لقيناه في المخزن كده يعني كميه قليله جدا، وبصراحه منتج جميل جدا. هو ده المنتج، لمبه يو اس بي سبيكر بلوتوث، يعني سماعه ولمبه في نفس الوقت. تعال نشوف استخداماتها في ايه وصوتها عامل ازاي وسعرها ايه. جميلة جدا، يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو والمراجعة، لايك سبسكرايب للقناة انت مش مشترك، وتعليقك يهمني اسفل الفيديو. اللمبة صغيرة جدا، يعني اصغر مما تتخيله، يعني صغيرة جدا تقريبا في طول صباع. انها بتشتغل يو اس بي، دي حاجة كويسة جدا. تعال نشوف ممكن نشغلها ازاي يو اس بي على باور بانك مثلا زي كده. هنيجي هنروح جايين موصلينها كده، ده عملت صوت زي ما حضراتكم سامعين كده اهي. تشتغل على الباور بانك او على الشاحن او على الكمبيوتر او على اللابتوب، اي مدخل يو اس بي يديلها كهرباء هتشتغل معاك. تعال نشوف ازاي نشغلها على الموبايل. كمان الفكره مش في قوه اضاءتها ولا اي حاجه، انت ممكن لو عندك عربيه توصلها على اليو اس بي بتاع العربيه وتشتغل معاك. هنفتح البلوتوث بتاع الموبايل بالشكل ده زي ما واضح قدامكم كده، ونعمل اقتران. اي ميديا شغاله على الموبايل هتشتغل على اللمبه الصغيره اللي انتم شايفينها دي او السبيكر الصغير ده. تعال نجرب دلوقتي. انا كده شغلت الصوت، اللمبه ديت ما فيهاش اي تحكم، يعني لو هنا بصينا هنا كده مفيش اي تحكم في اللمبه، هي مجرد سماعه من هنا ولمبه مفيش اي تحكم. التحكم بيبقى عن طريق الموبايل او اي حاجه انت هتوصلها فيها بلوتوث اهو. خلينا متفقين ان احنا لازم نديلها باور الاول او كهرباء عن طريق المدخل اليو اس بي زي ما واضح قدام حضراتكم كده، سواء على الباور بانك طب لو مفيش باور بانك، على اليو اس بي بتاع الكمبيوتر لو مفيش، على اللابتوب لو مفيش. تعال نشوف ازاي نخلي الكهرباء بتاعتها عن طريق الموبايل نفسه. اول ما هتشغلها كهرباء هتعمل لها اقتران بلوتوث زي ما احنا عملنا كده، وهتشتغل معاك. يعني ممكن وانت ماشي في الشارع بدل ما تنور كشاف، او وانت في البيت بدل ما تنور كشاف تشغلها على موبايلك عن طريق ان انت تديلها كهرباء للموبايل من الموبايل نفسه وتعمل لها اقتران بلوتوث، هي تشتغل بلوتوث بس. طيب زي ما اتفقنا ان انت ممكن اللمبه دي تشغلها على الموبايل عن طريق قطعه الاوتو جي. قطعه الاوتو جي دي برده موجوده على موقع اوكازيون وسعرها رخيص جدا، تقريبا 9 جنيه ولا 10 جنيه. بتحول من يو اس بي لتايب سي او الاندرويد حسب نوع موبايلك. هنوصلها دلوقتي، احنا وصلناها في السب او اللمبه زي ما انتم حابين تسموه، وهنوصلها في الموبايل بالشكل كده كده. خدت كهرباء من الموبايل، هتسحب من بطاريه موبايلك. ده لو انت حابب تستخدمها بره في الشارع او في اي مكان من غير ما تشغلها على الباور بانك او على لابتوب او كمبيوتر او اي مدخل يو اس بي يديلها كهرباء. وكده البلوتوث اشتغل، وبرده ممكن من بلوتوث الموبايل تعمل لها كونكت وهي في نفس الموبايل. دلوقتي تعالى نشوف، هنفتح برده البلوتوث وهنلاقي اسمها وهنختاره وهنعمل لها كونكت. زي ما حضراتكم سمعتوا كده هي عملت كونكت. الصوت طالع من السبيكر اهو. نوقف كده، هي واخده كهربا ومنوره اهي. طفينا النور ودي اضاءتها المفروض. اضاءه سهاري ضعيفه وسبيكر في نفس الوقت. لو انا جيت فصلت اللمبه هسمع صوت الموبايل نفسه. انا كده فصلت اللمبه اهي، اشيلها خالص
اهي، و اشغل صوت الموبايل. ده كده صوت الموبايل، ده صوت الموبايل من غير موصل اللمبه. لغايه دلوقتي كده صوت الموبايل، ومجرد ما بوصلها بتعمل كونكت تلقائي. كده عملت احترام بلوتوث واضحه قدامك كده. الفيديو هو اختراع جميل جدا، وزي ما حضراتكم شايفين ده حجمها في الايد. منتج مميز وعدده محدود قوي 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 على موقع اوكازيون. يعني ممكن وقت ما انت بتتفرج على الفيديو ده ما تلاقيش كميه، فحاول تلحق نفسك وتطلبها، وسعرها بسيط جدا 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 على موقع اوكازيون.com. ده رابط الموقع يا جماعه، الناس اللي بتسالنا اشتري منين، ده رابط الموقع والاسعار على الموقع والطلب والدفع بعد الاستلام ومراجعه المنتج مع المنتج.